السفر كانت تفكر ما كراش نرجع الفار نرجع الفين نكبرش الأيام اللي دازت كيف صغري عشي وشفش وحدي كنجول وانا السفر وكانت تفكر ما كراش نرجع نصغر مش كندوس في الطريق مش بين الحومة ايه كيبانو لي داري لعابين قدام باب دارنا القديمة كنت فكر لي بازي انا شي زوينة لعبنا في التراب وصحابي القدام دا المدرسة فرق هذي الايام وانا مسافر كانت فكر ما كراش نرجع نرجع الفين نكبرش الأيام اللي دازت صغري عشا وشفت بوحدي كنجول وانا مسافر وكانت تفكر ما كانش نرجع نصغر